تتفرض بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. لكن بالنسبة لكوبري 15 مايو متجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وهنشوف الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات، وبخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. لكن لو رحنا لشارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات دي بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، وفي كثافة مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة لاطمئنان على الحالة المرورية، تعالوا نطمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، وخصوصا ان الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في نشاط رياح على كل الانحاء قد تكون مثيرة لمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد. في كمان فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، على درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.